انا يعني باغي نشوف الحاجه تحبس والله، يعني متاسفه بزاف ومضراره، ومانيش نبغي ميم با ندخل في لي ريزو سوسيو تالمو ننظر بزاف من نشوف هذه الحاله. يعني نطلب ربي يفرج، نطلب ربي يحط الرحمه، وان شاء الله لا بي دون لو موند ان شاء الله. رساله للاطفال، نقول لهم سمحوا لنا، عبا قلتها الف خطره، سمحوا لنا الاطفال، سمحوا لنا. عباك شغل الانسان كي يهضر القلب تاعو يوجع، ما لا عسانا ان افعل شيئا غير الدعاء. هذيك تاع البارطاج وما قليل 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 قليل، نقول لهم سمحوا لنا وراكم في الجنه، وان شاء الله راكم طيور الجنه، رانا نشوفوا فيكم القلب يوجع، ما قد ما تهضر قليل وخلاص. بيكون معاهم، رانا حنايا قلبا وربا وقلبا معاهم، ربي ان شاء الله يكون معاهم. ربي مش نقول لك، ما نقدرش على بالك، ما نقدرش نشوف تلفزيون من جالهم، تالمو صافي مالو كور كي نشوف هكذاك. ربي يكون معاهم، هذا ما نقدر نقول. فلسطين، نحن نعيش من اجل فلسطين، نحن لا نموت من اجل فلسطين بل نعيش من اجلها. والله شوف بكل صراحه، هذا هو الواقع اللي رانا نعيشوه، رانا كل يوم، رانا كل ما نشوفوا الاحداث ونشوفوا الفيديوهات ونشوفوا ما راهو يحدث مع اخواننا الفلسطينيين، يعني حقا حقا ربي معاهم وربي يعينهم، يعني شيء مؤثر. ولكن انا نقول فلسطين راح تبقى فلسطين دولة عربية، يعني راح تكون مستقلة وحرة بإذن الله يا رب. ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي، لانه من صعب تشوف تفطن وتشوف انه اخواننا وخاصة الاطفال، اطفال يعني بكل صراحة دمار هذا اثر فينا كثير، وان شاء الله ربي يفرج عليهم يا رب ويكون معاهم ويعينهم ويقويهم يا رب. والله شيء مؤسف الشيء اللي رانا نشوفوه يوميا، وراو يلحقونا واحد لي زيماج وهاد الحاجات. قلت لك انا الحاجه اللي توجع اكثر من هذوك المشاهد هي كي تحس روحك مكتوف، يديك مكتوفين وما تقدر دير حتى حاجه. الحمد لله الجزائر على بالنا بلي من البلدان القليله اللي تشجع القضيه الفلسطينيه من بكري، وحنا ماذا بينا يعم السلام. عبالك هي الاطفال اللي راهي تموت في فلسطين ولا في رفح، هما ما دوموندو حتى حاجه. دونك هذه هي الحاجه اللي تغيظك، هما زادوا في ان انفيرونمون في خلافات، ناس تموت يوميا، ناس تتعذب مشرده. والله هذا شيء مؤسف جدا، ونتمنى ربي يفرج عليهم ويفك اسرهم ان شاء الله. هذاك الحق لا وين ما نقدوش يعني نشوفوا هذاك الصور، تالمو سي افخو واش يصرى، واش راهو يصرى للدراري صغار. واش نقول لك، غير ربي معاهم ان شاء الله وربي ينصرهم. وهذا ما كان اطفال جزائري، واش نقول لهم، ربي ربي يطول في عمرهم ان شاء الله يا رب، وان شاء الله يا رب يجي جيل يعني يشد ويطلع البلاد، يطلع بلاد الجزائر ان شاء الله. عندي واش نقول، والله صراحة ما عندي واش نقول. الله ينصر غزة إن شاء الله يا رب. الله يقويكم، والله يرحم اللي ماتوا، الله يجعلهم شهداء إن شاء الله عند رب العالمين. واللي مازالهم عايشين نقول لهم ما تنساوش أنه الوطن غالي، الوطن غالي، ربي معاهم. احنا ما علينا الا انه ندعو لهم ونتمنوا انه هذه الحرب تتوقف ان شاء الله. وهذه